يبقى السؤال مطروحا، إذا كان هؤلاء هم الذين ينتفعون بالتذكرة، فلماذا يأمر القرآن بأن يذكر الإنسان مطلق التذكير، وأن يجعل من عملية الذكر للآخرين والتذكير لهم عملية مطلقة غير محدودة بمواضع الانتفاع بالتذكرة؟ هذا من قبيل الامتحان والابتلاء. المسألة الأولى، أن ما هو أسهل على النفس أن تذكر من ينتفع، يسير جدا أنك تذكر إنسان ينتفع بالذكرى، إنسان في قلبه من بوادر الإيمان وبذور الإيمان والصلاح. والصعب حقيقة أن تذكر الأصعب من هذا، كما أنك حين تتعامل مع طالب بمستوى أقل تحتاج أن تبذل جهدا أكثر. يبقى السؤال مطروحا، ولكن نحن قلنا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، في فرق شاسع بين أنك تعرض عن أولئك الذين يتعمدون تجنب التذكرة كما ستأتي الآيات، يتجنبها الأشقى، يتجنب التذكرة ويبتعد عنها، وبين أولئك الذين تحول بينهم وبين التذكرة عوامل الفهم، ضآلة المعرفة، صعوبة الظروف التي يمرون بها، طبيعة البيئة التي عاشوا فيها، لديه شبهات، لديه شهوات، لديه موانع، يغفل بسرعة، لديه بيئة طاردة للخشوع والتذكر، يأتي إليك أو تأتي إليه فإذا به يتأثر بما تقول وينتفع بما تقول، هذا تبذل له التذكرة، هذا تأخذ بيده أكثر، حتى نفهم ونستوعب أن التذكرة ليست فقط لمن ينتفع بها، لأنك لا تعرف من الذي سينتفع بها ممن لا ينتفع. شيء آخر، الابتلاء والامتحان، حين لا تلاقي تلك التذكرة الآذان الصاغية التي أنت تطيب وتريد أن تراها، ولكن ترى شيئا آخر، فيبقى التحدي هنا، هل أنت مؤمن بما تفعل؟ أم أن تلك التحديات والظروف وردود الفعل من الآخرين ستثنيك عما تفعل؟